السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. 4 لاعبين من المنتخب الوطني مصابين بفيروس كورونا. 4 لاعبين من المنتخب الوطني اصيبوا بفيروس كورونا بعد مقابله زيمبابوي. 4 لاعبين تم ثبوت اصابه اول لاعب رامي بن سبعيني من قبل ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني. من بعدها ياسين ابراهيمي الريان القطري اعلن رسميا اصابه ياسين ابراهيمي لاعب الريان بفيروس كورونا. الجديد عيسى ماندي لاعب نادي بيتيس الاسباني حسب موقع النادي الإسباني إصابة عيسى ماندي بفيروس كورونا. الإصابة الرابعة للحارس الجزائري عز الدين دوخاء اللي أعلنتها الصحافة السعودية، حارس نادي الرائد السعودي. هذه بالإصابات ما كانش تاع الصدفة، ما صدفة أنا ما تخشش راسي. لماذا؟ للتاريخ، للأمانة وللتاريخ. قبل 4 أيام أو 5 أيام، نقولوا 4 أيام، كان الإعلامي حسين جناد أذكرها في الصفحة الرسمية تاعو تاع الفيسبوك. اسمعوا مليح أخوتي، باللي كاين 2 من الوفد المنتخب الوطني مصابين بفيروس كورونا وسافروا مع المنتخب. شكون هذو الاثنين؟ الله أعلم، ما نعرفهمش. الاثنين هذوما سافروا مع المنتخب وهما مصابين. من بعدها انتشر فيروس بطبيعة الحال العدوى في لاعبين، 4 لاعبين للمنتخب الوطني. من المفروض هذا مزوز يكون عندهم التست، يعني الفحص، اذا عندهم الكورونا ما يسافروش مع المنتخب الوطني، اذا ما عندهمش الكورونا يسافروا عادي. لكن سافروا، ولما سافروا نقلوا العدوى. اين هو عمل الاتحادية؟ لا حياة لمن تنادي. والأدهى والأمر اللي من اللاعبين هذم في 4 يلعبوا في أندية خارجية محترفين، يلعبوا كاين في أوروبا وكاينين لاعبين يقولوا لاعب يلعب في الخليج، دائما احتراف. هذا من اللاعبين. بالمناسبة حادثة أخرى صرعت للمنتخب المغربي، يوسف العربي لاعب أولمبياكوس اليوناني، يوسف العربي أصيب أيضا بفيروس كورونا في الكاميرون. تم تركه في الكاميرون إلى أن يشفى مع الطبيب. الأندية هذه الأوروبية باش الناس تفهم، تعطيك لاعب راهو تحت مسؤوليتك ولازم تشرف عليه في العلاج نتاعو في المرض نتاعو، لكن أنت مسؤول عليه لأنه نعطيت لك اللاعب نتاعي، أنا اللي خلص فيه بالأموال بالملايين، خلص فيه لازم انت تتحمل المسؤولية. انا اعطيتك اللاعب، اعطيته لك ليس مصاب بكورونا. بن سبعيني لما خرج من غلادباخ ماهوش مصاب بكورونا. عيسى ماندي لما خرج من بيتيس واسبانيا وجا للمنتخب الوطني ليس مصاب بكورونا. دوخا لما خرج من السعودية ليس مصاب بكورونا. ابراهيمي من الريان ليس مصاب بكورونا، كانوا لباس بهم. اذا لما جاوا المنتخب الوطني، المنتخب الوطني هم المسؤول ولا الاتحادية هي المسؤولة على سلامة هذا من اللاعبين. لما استعملوا هذم اللاعبين، استعملناهم في دات فيفا، يعني في تواريخ فيفا، رام تحت تصرف المنتخب الوطني. إذن المسؤولية ترجع للاتحادية، لأنهم هذم اللاعبين يبقوا تحت مسؤوليتها وتعالجهم هي، بل للعكس تركتهم روحوا كملتوا الماتش، روحوا تروحوا، وين كورونا؟ وين ما كاش كورونا، ما تكزيستيش خلاص، ما كاش. الآن موقفنا أصبح موقف، يعني الاتحادي ومنتخب وطني أصبح يعني محل سخرية صراحة من الأندية الأوروبية. الأندية الأوروبية تعطيك لاعب لبس به جاب كورونا، المفروض تتعالج. ما كانش عمل احتراف تاع الاتحادية هنا، ما كانش. إذن التربصات القادمة يعني في مارس الأندية لما تعطيك لاعب تدير 1000 حساب معك، ممكن قادرة حتى ما تعطيكش اللاعبين، ومن حقها. انا عطيتك لاعب لاباس به، جبته لي عنده كورونا، والكورونا مرض معدي قادر يعدي لاعبين اخرين من الفريق نتاعي، في سواء في بيتيس او في مونشنغلادباخ، او راح يزيد تعدي لي جوار نتاعي، سما نبقى انا فريق بلا لاعبين.
خطر كبير. هذه ماشي لعبه، هذه ماهوش اصابه عضليه ولا جاتو بليس، قدر لا قدر لا، حتى لو اصابه رباط صليبي ما يقدروش يعني يقدروا يتقبلوها، رغم انها صعيبه صح يقدروا يتقبلوها اوروبيين ولا الانديه المحترفه ولا. بصح كورونا يا اخي جبتو لك لاباس بيه، عطيتو لك ما عنده والو نيجاتيف، رجعتو لي بوزيتيف. هنا كاينه اشكاليه، والاشكاليه مشو لاعب واحد، لو جاء لاعب واحد تقبلوها، رم اربع لاعبين يا ناس، رم اربع لاعبين، اربع لاعبين فيروس كورونا. وين هي الاتحاديه؟ ما فهمتش انا هذه الاتحاديه الى متى وهي هذه في هذه السذاجه وهذا التسير الهاوي، الى يعني ربع لاعبين كورونا وما تتخذ اي اجراء، تتخذ اي اجراء. وجارك المغرب للقجة لاعب واحد، لاعب واحد خلاه في الكاميرون الى ان يبرى يرتاح، ومن بعدها يعاود يرجع الفريق نتاع اولمبياكوس. لماذا؟ لان يوسف العربي تحت تصرف المنتخب المغربي، ولما نقولوا المنتخب المغربي معناها الجامعه المغربيه لكره القدم او الاتحاديه المغربيه لكره القدم. احنا عندنا ربع لاعبين تحت تصرف المنتخب الوطني، واي بين قوسين تحت تصرف الاتحاديه، لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. ربع لاعبين راهي كارثه يا خوتي، راهي كارثه. والناس هذوما اللي نقلوا العدوى علاه ما يبعدوهمش؟ علاه ما يبعدوهمش من المنتخب الوطني؟ لقيتو عنده بوزيتيف بعدوه. شكون هذا من الناس؟ المفروض تخرج الاتحاديه دير بيان، قال اعتذار للشعب الجزائري والجماهير الجزائريه والناس هذوما المرضى، احنا اللي مسؤولين عليهم وحنا اللي غلطنا وحنا تعتذر. وقليل اعتذار، وقليل قليل اعتذار، الشيء اللي ديرو قليل. ها روح سلك روحك من بيتيس درك، روح سلك روحك من مونشن غلادباخ، وروح سلك روحك من الريال القطري، وروح سلك روحك من الرائد السعودي. الانديه يا صاحبي راهم يخلصوا فين؟ بالدولار وبالاورو. انا نخلصك اورو دولار باش تلعب، راني شريك خاسر عليك اموال كبيره، نعطيك جوار امانه عندك، امانه عندك اعطيه لك، بصح احفظ به. الى جاته اصابه عضليه ولا اصابه في الميل في الملعب ولا في الميدان، الله غالب. بصح قضية كورونا كاينه يا خويا اللي تيست، التيست سواء طلع اللاعب سلبي او ايجابي رجحوا لي قبل ما تديه معاك في التربص. انت جبته كان نيجاتيف، من بعدها تروح به، وكاينه الناس مرضى بالكورونا ويسافروا معاك. شكون هذ من الناس؟ كيفاش يسافروا هما مرضى؟ اين عمل الاتحاديه؟ اين التسيير الاتحاديه؟ هذه ماشي الاتحاديه، هذه ماشي، انا تبان لي هذه اتحاديه سوق، سوق دشره ما كاين والو. كيفاش تخلي زوز مرضى بكورونا وحذرها؟ شوفوا يعني خوتي للامانه قلتها انه حسين جناد حذر وقال حذاري كاينين زوج مرضى، حياه لمن تنادي. اتغطاو بالغابة، اتغطاو بالشجرة، اتغطاو بالشجرة تاع بالماضي، هو اللي يخليكم تتنفسوا بالماضي، خليكم تتنفسوا بالماضي، خليكم تشموا الهواء بالماضي، خليكم تتنفسوا الاكسجين يا خطيكم بالماضي، تغرقوا تغرقوا لهنا. ربي يجيب الخير. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.